اتحاد الكره رفض تهديدات انديه الدرجه الثانيه وتمسك بتطبيق دوري المحترفين في القسم الثاني بدايه من الموسم المقبل. مصدر في اتحاد الكره قال لنا ان الاتحاد مش هيتراجع عن تطبيق دوري الدرجه الثانيه من 20 نادي بدايه من الموسم المقبل. واتحاد الكره قال ان كل الانديه كانت تعلم بتطبيق هذا الدوري من بدايه الموسم الحالي وعارفين انه هيتطبق في الموسم المقبل. وقال انه الغاء اتحاد الكره الغاء اقامه دوري الدرجه الثانيه من 3 مجموعات واقامته من مجموعه واحده من 20 نادي لانه الافضل للكره المصريه خلال الفتره اللي جايه. ايه الحكايه بقى؟ فين الازمه؟ فين المشكله؟ امبارح كان معانا الكابتن عامر حسين وقال لنا وجهه نظر اتحاد الكره، والنهارده نسمع وجهه نظر انديه الدرجه الثانيه. ونبدا طبعا بسياده النائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانه. يا فندم مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك، ازيك حبيبي؟ بس اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام. احنا عايزين نلعب في الدوري السعودي اللي عملته له ارقامه ده، والله الفلوس دي الحلوه اللي رجعنا الواحد يلعب فيها والله. ما هو بس احنا كمان محتاجين يعني بدل ما نروح للدوري السعودي ما نطور هنا احسن. نطور هنا صح كده؟ صح عليك، نطور هنا احسن. عايز تدخلي دوري المحترفين وتكلفني تكلفه دفاعيه 10 12 مليون جنيه وتقول لي هديك مليون جنيه؟ ايه انت بتهرج؟ ايه الكلام ده؟ احنا بجد مش هنزيد في دوري المحترفين على فكره، احنا جد انت مش جاهز ليه وعايز تدبسنا فيه، ايه دي المشكله؟ طب ممكن سياده النائب بقى تشرح لنا الوضع ايه؟ احنا واقفين فين؟ ليه ايه المشكله اصلا؟ يعني ليه دوري المحترفين ده يعمل مشكله؟ عشان في كثير من الساده المشاهدين مش فاهمين هو ليه ممكن يعمل مشكله. حبيبي دلوقتي انا هتكلم تكلفه اضافيه. تمام؟ طيب انا دلوقتي في الدرجه دي طلعت دوري محترفين. اللعيبه بتاعتي دي اسعارها هتزيد ولا مش هتزيد؟ هتزيد طبعا. حلو، يعني مش اقل من لعيب 200 300 الف جنيه على اللي بتاخده. في 25 لعيب عندها 5 مليون. كل حاجه اتدبلرت دلوقتي، الاقامات بتنسحب، المعسكر اللي بتعمله، الملابس، الانتقالات، الكلام ده كله اي نادي حسبه مش هيقل عن 10 مليون. صحيح. طب انت يا جماعه هتديني كام بقى لما اروح دوري المحترفين ده وفي السبونسر بتاعك اللي هتجيبه؟ لحد دلوقتي ما جابش حد. كبير قال لك هديك مليون ولا مليون ونص، هل ده ينفع؟ يبقى انا عملت ايه؟ صحيح. قول لي بقى ايه الحكمه من الكلام ده كله؟ انا سمعت النهارده من كابتنك من رئيس الاتحاد كنت معاه النهارده، فبيقول لك احنا واجهتنا ان انت فنيا المدير الفني يبص على مجموعه واحده فيها 20 فريق عشان يختار منهم المنتخب. قلت له والله طب كويس، ناس كويسه جدا، يعني انت دلوقتي عشان هو مش فاضي يبص على 3 مجموعات مره واحده فيحط له مجموعه واحده. هل ده كلام منطقي؟ طيب وانت خلاص دلوقتي هتاخد المنتخب من لعيبه بتاعت المحترفين هتاخد الدرجه الثانيه؟ طب انت خدت الدرجه الثانيه؟ شفت 40 سنه ما خدتش لعيب الدرجه الثانيه اصلا. طيب الوضع دلوقتي احنا واقفين فين بقى سياده النائب؟ يعني المفروض حضرتك انا دلوقتي لميت في 50 نادي متضامنين معايا وعملنا رحنا للاتحاد النهارده وقدمنا على عمل جمعيه عموميه غير عاديه لالغاء دوري المحترفين لانه خالف اللائحه الاساسيه للاتحاد. لائحه الاتحاد بتقول ان هم 3 مجموعات و48 نادي والدرجه الثالثه 60 نادي موجودين والاولانيه 18 ال 134 من انت الكلام ده كله. عايز تعمل حاجه جديده تعمل جمعيه عموميه تاخد راينا، لكن انت قبل الدوري 3 4 اسابيع تقول لنا يا جماعه احنا غيرنا الكلام ده كله. الكلام ده ازاي يعني؟ كلام ازاي؟ طيب ليه يا سياده النائب ما اعترضناش من الاول خالص؟ اعترض انت قبل الدوري هبوظ دوري؟ لا بعد ما الدوري نتكلم، انت بتتكلم في خطا، خلاص انت حر. هو مش لوائح فيها لوائح وقوانين؟ هي البلد مش بلد مؤسسات؟ ولا احنا شغالين كده؟ لا طبعا. اللائحه موجوده، نرجع لها الاساسيه، اللائحه اللي ممضي عليها من اتحاد الكوره ومن اللجنه الاولمبيه وزاره الشباب والرياضه واللي في الفيفا. الكلام ده اللي في الفيفا مكتوب كده 18 فريق درجه اولى، الثانيه 48 نادي على 3 مجموعات و60 نادي الدرجه الثالثه. طب اتغير ليه؟ عايز تعمل كده تاخد حاجه، تاخد راينا احنا اصحاب الموضوع مش انت. طيب حضرتك قلت لي في البدايه انت ما رضيتش تبوظ الدوري، صح كده؟ طيب لو اتحاد الكره اصر انه دوري المحترفين يقام السنه الجايه هتبوظ الدوري؟ لا لا انا حضرتك فاهم، حضرتك فاهم غلط. اصر مش مزاجه. احنا جمعيه عموميه. جمعيه غير عاديه. بيجي نصاب النصاب وجه وحصل مش بمزاجه. ما رضيش يعمل جمعيه عموميه عاملها بره غصب عنه وبلغه بالكلام ده. احنا في قانون. فانت شايف انه كده خلاص دوري المحترفين مش هيقام الموسم القادم طبقا للجمعيه العموميه اللي حضرتك بتقول ان هي 50 نادي؟ طبعا الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه ما جاتش بقى، ده موضوع تاني بقى. صح اللي بيننا وبينه جمعيه عموميه ولوائح وقوانين. تمام. سياده النائب طارق السعيد رئيس نادي الترسانه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واتمنى الامور تبقى احسن يعني.